الوقت الذي تعيش فيه معظم مناطق العالم في حرية وفي رغد، وبالذات في مرحلة في المستوى التعليمي والتربوي، يعيش اليمني بصفة خاصة في هذه المنطقة في الجزيرة العربية، هذه المنطقة التي الموبوءة بالحرب التي فرضت على اليمنيين مع السطو المسلح في 21 سبتمبر 2014 على الدولة. الضحايا كثر، لكن إذا استثنينا من هؤلاء الضحايا وانتقينا، سنشاهد أن التربية والتعليم والطالب اليمني والمعلم اليمني وأولياء الأمور الذين لهم حق كفالة أبنائهم الطلاب ويحرصون على أن يكونوا مخرجات لهذا البلد، أصبحوا في مرمى القناص، في مرمى الخطر، في مرمى الألغام. زراعة الألغام الهدف قد يكون أولاً إخراج الحياة من طبيعتها بشكل عام، الحياة الطبيعية، الحياة العامة، الحياة التي يتطلبها أي إنسان، أن تكون حياة مفعمة بالتعليم، حياة مفعمة بالصحة، حياة مفعمة بالاقتصاد. لكن استهداف الطلاب بالذات واستهداف المؤسسات التربوية والتعليمية، لأنها في الأصل هي باكورة الإنتاج التعليمي والمعرفي، هم نواة المستقبل، هم جيل الحاضر، هم الذين يستطيعون أن يغيروا على المستوى القريب أو على المستوى البعيد من الحالة المزرية التي وصلت إليها اليمن. ولذلك كان الاستهداف مقننا، استهدافا منظما، استهدافا يتبع خطوات غير عادية، ولذلك ترى أن الحالة وصلت إلى ما وصلت إليها اليوم.